ولدي انا كنت خدامه ولدي، كنت بصحيحتي كنت خدامه، كنت مخلصه كرايه مخلصه دوي وعايشه، ما عنديش ما خصنيش، كنت حامده ربي وشاكره. ملي مرضت ولدي هاد العامين ما بقيتش قدرت نخدم، ما بقيتش صافي برك الله ضروني، انا عندي عندي داكشي ديال المصران، العصب في المصران، كنتش نوقف كنخدمت كاع بزز على راسي، وكنطيح حتى وقفت يخطفوا ليا الرجلين وداكشي. كنجلس انا وندير الميناج، كندير الميناج، كنجفف القهاوي، كنجفف المكان، لا شي وحده بغات تحكم ما على اللي بغات تغسل تعيط ليا. المهم كنت عايشه الحمد لله. انا ولدي ملي مرضت جمعت لي عامين ديال الكرا، مول الدار تا هو يلاه يعطيه صحيحتو، تا هو دار معايا مزيان وسمح لي، قال لي تخلصيني في عام ونسمح لك في عام، انا ما عنديش باش نخلصو. قال لي ما عندكش تخلصيني خوي ليا، وانا ولدي غنتلاح الشارع وغادي نتشرد. عندي وليدي بنيه وحده مجوجه، حتى هي ما فحالهاش وما كرهتش ليا، كرهتش ليا ولدي. وانا يا والله القسم لا زبيل، بعت معناتي وبعت حويجاتي، ثم لقيت ما ناكل، ربي شاهد على ما اقول، الا زدت شي حاجه راه ربي يخلصني. ولي اللي ما تاقش بيا يجي عندي للدار ويشوف. انا يا عايشه بوحدي ولدي شي 26 عام، حتى لهاد العامين الاخر خدامه ولدي، كنخلص داكشي اللي قسمني الله وعايشه وحمد الله وشاكره. وملي وقع ليا ولدي هادشي وتجمع عليا الكرا وما عندي فين نمشي، ما عنديش الماء، أدى والله القسم إلى عام وأنا كندوي غير بالشمع. ودابا مول الدار تا هو خلص عليا 50,000 ريال تاع الضو، وقال لي أنا خلصت 50,000 ريال ديال الضو، بغى يديو ليه المكانة في سميتو، خلص 50,000 ريال ديال الضو اللي كتسال، قال لي تحط لي 50,000 ريال ديالي ديال الضو وخلصيني في عام ديال الكرا. ما عندكش خوي ليا ما حالي، نسمح لك في كل شيء وخوي ليا ما حالي. يعني هو عارفك ما عندك فين تمشي؟ عارفني ولدي ما عندي فين نمشي، عارفني، ورا دار معايا اكثر من مزيان، ما كاينش شي واحد اللي يدير معاك هكا. دار معايا قال لي انا بنتي انا الدار هاد سولي اللي بغيتي سيري في الما بغيتي، الدار ديال ماليها انا بنتي خلصي له لخوي لي، انا ما غاديش، انا يعني ما عنديش، انا كنترزق الله من هذيك الدار خويها ليا، انا ولدي ما عندي فين نمشي. هو دير ما عندي والو، حتى شوف كلشي بعينيك، حتى دخلت يشي كلشي بعينيك، ما عندي لا ثلاجه لا تلفازه لا والو، باغا فين تسر، باغا ولدي فين تسر، غادي تلاح في الزنقه، غادي تلاح ولدي تتشرد، انا ما كنتيش ولدي، ما عندي فين نمشي، ما عندي فين ندير والو، انا ما عنديش ولدي. انا ولدي مع المحسنين، هما هاد الجيران وهاد العساس، هما يقسموا لك يمينينا ولدي، الا دائما كيعطيوني كنمشي عندهم. والله العظيم واحد المرات كنبقى بالجوع، هاد العساس كنعيط ليه كنقول الله يعطيك الستر، صيفط ليا الخبيزه والستر والحليب، عارفيني وعارفيني كلشي، ما عارفيني ولدي كيتعاونوا معايا انا الجيران، اما الا كذبني شي واحد هو يجي عندهم واحد واحد، الا لقاوني انا كذابه راه ما نقولش لك، هما جيراني هما كلشي، عارفيني ما عنديش، وانا 26 عام وانا ساكنه هنا، وعارفيني خدامه وعارفيني، مابقيتش خاطر نخدم، راني رجليا راني ضروني، راه ما كنقدرش نوقف، راه بزز على راسي وكنطيح في الخدمه، على رقبتي بالرقبه انا كنطيح في الخدمه، راه كنطيح في الخدمه. انا كنت كنخدم كنمشي مع الربع ديال العشيه، ما كنجيش حتى الخمسه د الصباح، فين ما مشيت كنخدم، وحمد الله وشاكره، مخلصه كرايه ومخلصه كلشي، ولكن دابا الغالب الله، دابا الغالب الله ولدي. هادشي ولدي اللي كاين، انا والله القسم لازم ولدي، هادشي اللي كاين هو هذا اللي قلت لك، انا يا انا مريضه هاد الدواء هو، انسان كدير هاداك المعيشه ولدي. انا قلت لك راه ربي هو اللي عالي وعالي، بنتي راه ما فحالهاش، هي كطلع عليا راه ما عندهاش، راه كون عندها انا ما غنتحاز لتا شي واحد، راه كون عندها راه شي كون كان عندها ولدي، ولا ما بغات تعطيه، عرفتي هي الغالب الله، لو بغيتي تشوفها عنديك عندها وتشوفها بعينيك، ولا لقيتي عندها وخزنت عليا، راه ربي شاهد، راه ما عندهاش ولدي، حتى هي راه ما عندهاش. كنطلب من خوتي المغاربه اللي شافني وحن فيا، يحسبني امو، يحسبني اختو، يحسبني عمتو، يحسبني وحده من عائلتو، يساعدني باش داكشي اللي قسم الله يساعدني. هادشي اللي كاين ولدي، هادشي اللي عندي، نطلب من قلب الحنان وقلب الرحمة يشوفوا فيا، قلب الرحمة وقلب الحنان يشوفوا فيا ولدي ويرحموني، واللي ساعدني ودار شي حاجة ربي اللي غادي يخلصه. ما بغيت لا تلفازة لا ثلاجة لا والو، حتى شي كلشي بعينك، حتى دور وشوف، ما باغا حتى شي حاجة ولدي، أنا ندير الشمعة ونشعلها ونعس، يكون عندي السداري
ونعس فيه ونطلعش في الزرقاء ولدي.